راجع الحارثي هامور هذه القرية. تعال انا تراني في رجا انت الغلط وانت الحالة انت كلش يلا حي راجع عافية تعبان فيك شيء من اي والله سنك فرص. سنك اي والله سلامتك ما تشوف شر والله متنازل ما عندي مشكلة لا ابيك تطلع ضده تطلع تنافسه شو رايك روح خلنا نشوف راح راجع راح تلف الذكاء الغذاء خاطرك احد ينافسك والله مو بهم كلهم كلهم زوافين الباقي فارس ظافر وهيبي فارس مع وهيبي خلاص طلع هيثم قصدي هيثم بعد ما شاء الله روح دائما سبحان الله اخر الجوله شوي يبغى ما قلت عنده هيبي معاذ الجماز معاذ راح يمثل معاذ الجماز السيف جاليري لا لا سني يوجعني تعطيني حلا بعد اي والله صح ناسي كم مسار غميل حبيبي لا والله ما لك واحدة والله ما لك بسم الله كل واحد يقول ضرس واحد يقول عشان ما يخصم عليهم لا والله ما عشان خصم عندي طرف انت وشو ألم في الضرس ولا طيب ليش ما تمر تمر ما بقى شيء كيف ما بقى شيء يعني قصدك اشيله يعني؟ إيه؟ لا انا اشيله قاعد بدون لا هو الان وش الوضع بالضبط يعني وش الم ولا تسوس ولا ايش؟ الم 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 اعصاب معلش انصدمت في الكنترول يقول الم دفتر ها؟ الم ايش؟ طيب نبدا كنترول ما شاء الله عليهم ظريفين مره جدا اليوم ما ادري ايش فيه كميه الم دفتر يعني الم رصاص الم حبر طيب سامعنا برا لا ناصر الحربي عشان ما نظلم الكنترول كنترول كلهم رهيبين الا ناصر الحربي زعل مخرج قال ايه كنترول مش احنا مش سمقين طيب نبدا الجوله السادسه والاخيره بسم الله على بركه الله نبدا نقول السؤال الاول يقول من اول من انشا اسلوب الرسائل okay. الواقدي قس بن ساعده لسان الدين بن الخطيب اميه بن ابي الصلت عبد الحميد الكاتب ابو جعفر المنصور ابن الاثير سؤال تحليلي الإجابة لها علاقة بالسماجة اللي قبل شوي لسان الدين لسان الدين الواقدي ايش؟ الواقدي والله مرت علي المعلومة دي لسان الدين إجابة خاطئة مرت علي راجح إجابة خاطئة أيضا الإجابة الصحيحة عبد الحميد الكاتب عبد الحميد الكاتب زي ما قلت إن السؤال سؤال تحليلي ركزوا بكلامي ترى والله ترى لمح بس بدون ما يدرى الكنترول يعني قاعد اقول سؤال تحليلي انسى اسلوب الرسائل يعني هو اللي كتب لا مو شرط لا انا قاعد المح ما اقول لك انه يقول لك عن السؤال ده بس سؤال تحليلي اي بس مثلا الكاتب يعني مثلا قبل شوي من يتوقع انه هذا كاتب فهمت من اسمه انا قلت أنا لما لمح لك لما اقول مثلا لمح قول كذا قول كذا اقول كذا هذا تلميح قديم ايام قديم مره يقول لك ده مش تلميح ده تقريح ده لا طيب السؤال الثاني يقول من الصحابية التي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قري في بيتك فإنك شهيدة أم ورقة الأنصارية أم سليم بنت ملحان أم الدرداء أسماء بنت عميس عميس ابنته رقية أميمة بنت خلف أم كلثوم بنت عتبة وبنت عقبة هو واحد من اختيارات ما يروح منها بنت ملحان بنت ملحان سبعة ستة والله حظ الأسبوع ده أم ورقة الأنصارية أم ورقة الأنصارية أنا شاك بين اثنين والله ذولي شاك بين اثنتين إجابة صحيحة أم ورقة الأنصارية سلام. راجح الحارثي إجابة صحيحة 100 ريال تقدر توصل 500 باقي أربع أسئلة شد حيلك سمعني بالرحمة إذا 100 ريال و 200 ريال كاش مقدمة من ذكاء الغذاء السؤال الثالث يقول ما الدولة العربية التي تمتلك نصف ما يملكه العالم العربي من الإبل السعودية المملكة العربية السعودية الأردن العراق جيبوتي السودان عمان الصومال السعودية أجاب راجح
جابها سريعة أبلحت. راحت. أنا والله بجاوب السعودية صراحة. مزاين أظن. مزاين إي والله أخذت الدنيا كلها. ما أخذ وقتك؟ إي أبد. صبوا لي قهوة يا شباب تكفون. واحد. طيب. طبعا قريبة من العدد اللي أنا جبته قبل شوي. نياقي. ما شفتها والله. اللي قبل شوي. يمكن نايمة. السودان. السودان. يهدني يا الإجابة الصحيحة هي الصومال. الصومال تمتلك عظم دحذر يا أبو معيط نصف ما يملكه العالم العربي من الإبل. سبحان الله ترى في معلومات تحس إنها بديهية. وين وين الصومال؟ الصومال معلومة جديدة حقيقة أنا ترى أول مرة أسمع في هالمعلومة. طيب عشان ما تلومونه بس يعني تعرف قبل إنك ما شاء الله شيء تسير الصومال واجد يا ناصر. طيب السؤال الرابع يقول من القائل وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل بيت معروف. جيبولي سؤال واحد. الطغرائي أبو تمام جرير ابن الرومي إبراهيم طوقان حافظ إبراهيم المتنبي. هذه قصيدة لامية العجم. كم باقي سؤال؟ باقي غير هذا ثلاث سؤالين. قصيدة لامية العجم لمين؟ القصيدة عند أبو ميض. أبو تمام. أبو تمام. الروم. الرومي هيطلع اللي فوق لا ابو تمام ولا بالرومي يعني والله اليوم جولتكم مره اليوم شاء الله مره اي والله ابن ابو تمام اجابه خاطئه ابن الرومي اجابه خاطئه ايضا عارف النظام الطغرائي قصيده لامية العجم طبعا البيت معروف البيت انا دائما نحفظ البيت هذا يعني اللي هو علم النفس بالامان ارقبها لكن القصيده طويله جدا بس دائما نحفظ احنا ابيات بس ما نعرف من نقول اي هذا هي هذا المشكله زي اللي مثلا يكتب سيناريو ويتعب على ذا يمثلون يشكرون الممثلين مثلا وحق السيناريو المسيكين معروفة بس ايه ما يعرف من هو كاتب السيناريو ايوه يا سلام عليك. طيب السؤال الخامس يقول في اي معركة استشهد البراء بن مالك؟ في معركة نهاوند في معركة تستر في معركة احد الخندق بدر النهروان حنين. طلعونا الاجابات على الشاشة كنسلنا عن شيء يعني طلعونا السؤال رقم 29 غير راح اعيد السؤال من جديد لا غير غير السؤال غير يلا عشانك السؤال الجديد يقول في اي معركه استشهد البراء بن مالك الله. هذا سهل في معركه نهاوند في معركه تستر في معركه احد الخندق بدر النهروان حنين 25 ثانيه ودي اكسر لا مو تلميح ذا ترى بس انشد والله الخندق الخندق ودي اكسر عظم ما قلت خندق تستر تستر اتحمل كاس تساق ولا منك اعطاه تستر اجابه صحيحه في معركه اسمها تستر في معركه اسمها تستر السعوديه العربيه ذي والله ما ادري صراحه عن مين هو مرس تستر تستر اجابه صحيحه اختار الشيء الصعب الجماز هذا نظام 100 ريال 100 صح؟ الله صعب 100 السؤال الاخير في حاله اجابه معاذ على السؤال يخرج الجميع سالب 100 اي عفوا يلا الحمد لله الجميع سالب 100 في حال حد اجابه والله ما ودي يخرج 100 ريال باقي سؤال اخير يلا. السؤال الاخير في هذه الجوله الاخيره يقول ما هي اول دول العالم انتاجا للتفاح؟ البرازيل، المملكه العربيه السعوديه، الولايات المتحده، روسيا، بريطانيا، المانيا، سوريا تفاح التفاح التفاح لو قلت تبوك كان اقول لك الاجابه اكلكم محل فوار اكثر انت لو قلت ولا بلاش والله عنده التفاح ابغى اجيب العيد حتى ابغى اجيب السعوديه راحت السعوديه مو تفاح بتاع كله لا تفاحات واجد يعني اول دول العالم بريطانيا امريكا امريكا الولايات المتحده طبعا اي الولايات المتحده والله ما اعتقد امريكا امريكا اكبر مساحه في العالم اي بس ما اجابه صحيحه الولايات المتحده الامريكيه اجابه صحيحه راجل الحارثي يخرج ب 100 ريال حبيبي في رصيده في هذه المسابقه ثلاثة ابو عباس 200 ريال كاش من ذكاء الغذاء معاذ الجماز يخرج بسالب 100 ريال يعطيكم الف عافيه يا شباب ما قصرتوا بيض الله يجيكم شكرا لمتابعينا الكرام على حسن المتابعه ونعتذر ان كنا ثقيلين عليكم نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم بحول الله تعالى في يوم جديد ونعتذر بالنيابة يعني أنا أعتذر نيابة عن ناصر الحربي نسيت اسمك من السماجة عن السماجات اللي طلعت فنشكر مشاهدي الكرام على تحملنا ناصر الحربي بعد الهوى إن شاء الله إيه بعد الهوى إن شاء الله نشكركم على حسن المتابعة نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم بحول الله تعالى وحدد شنبك كويس زياد وإلى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسلمك
انطلق ويدي بايدك فرصتك.